وكان فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة دمار نظم مساء الاثنين أمسية رمضانية أشادت بالمواقف الوطنية الثابتة والمشرفة للمؤتمر وما يحظى به من مكانة عظيمة في قلوب اليمنيين. ذمار أمسية رمضانية حاشدة كانت الأكبر من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، نظمها فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة، حيث اكتظت قاعة الحفل بالحضور الكبير وغير المسبوق، فيما لم يتمكن المئات من دخول القاعة. وخلال الأمسية الرمضانية التي أبرزت دور أبناء المحافظة بأنهم سيظلوا درع الوطن وحماته في مختلف الظروف والتحديات، وسندا لرموزه الوطنية التي كان لها الفضل بعد الله في بناء الوطن وتطوره، مؤكدين صمودهم في وجه العدوان واستعدادهم لتقديم الغالي والنفيس من أجل الوطن ضد الغزاة والعملاء والمرتزقة. المؤتمر هو الحزب الرائد الذي نبع من أوساطكم ولم يأتي من الخارج. بالمؤتمر نفخر ونعتز، ولو سرنا نجس ما بالجبل يهتز من جزعة عجوز. إن المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء معاناة الشعب اليمني. إن المؤتمر الشعبي العام يمد يده إلى التسامح، ولكن ليس مع مرتزقة الرياض، وينبذ الطائفية والمناطقية والعنصرية والفاوية والسلالية، وهو حزب الوسطية والاعتدال. الأمسية الموسعة شهدت حضورا لافتا ومنقطع النظير من قبل عدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والوجاهات القبلية في المحافظة، التي حيت صمود المؤتمر الشعبي العام في مواجهة قوى الشر والعدوان، وجددت أنه كان ولا يزال صمام أمان الوطن وحزب الوسطية والاعتدال. عجز الذي تشاهدون الذي لا يستطيع الصالات كلها من الاستقبال، وفي الأمسية الرمضانية الكبيرة الذي كلهم يؤيدون توجيهات الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام وخطابه الأخير، فنحن هنا في محافظة دمار نقول نحن جنودك يا علي في أي وقت، نحن مستعدين لأي توجيهات. إن محافظة دمار تقيم هذه الأمسية سواء، فليعرفوا إن محافظة دمار هي صمام الأمان وهي درع الوطن الواقي. هي رسالة لمن لا يريد أن يفهم بأن أبناء محافظة دمار وأبناء محافظة الجمهورية كلهم ضد العدوان ورافضين لأي عدوان وأي اعتداء على اليمن. المحتفلون حيوا جهود رئيس الجمهورية السابق الزعيم علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ووقوفه في وجه العدوان ومشاركته للسواد الأعظم من أبناء الوطن المعاناة والألم جراء الحصار والعدوان. تعبر عن تلاحم أبناء المؤتمر الشعبي العام في محافظة دمار حول القضية الوطنية المتمثلة في الصمود في وجه العدوان والوصول إلى توافق وطني في الحوارات القادمة إن شاء الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أبناء اليمن قلب واحد وجسد واحد ونبض واحد، ألا وهو اليمن، لأن المؤتمر الشعبي هو من اليمن وإلى اليمن ونبض اليمن وقلب اليمن، ويعتبر المحك الرئيسي للدفاع عن أرض وعرض اليمن. يثبت المؤتمر على مر التاريخ الحديث والمعاصر بأنه المرجعية الوطنية والسياسية والبوتقة التي يرجع إليها الجميع، واليوم نشهد أمسية يجتمع فيها كل أبناء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة دمار ليقولوا نعم للسلام، نعم للزعيم عبد الله صالح، نعم للجمهورية اليمنية. قيادات أعضاء المؤتمر الشعبي فرع دمار أثنوا على الجهود التي يبذلها الوفد الوطني بمشاورات الكويت، وعلى رأسه وفد المؤتمر برئاسة الأمين العام للمؤتمر عارف الزوكا للتوصل إلى إيقاف الحرب والخروج بالوطن إلى بر الأمان. وتحية لأولئك أولئك الأبطال الذين يرابطون في السهول والجبال والجزر وفي الحدود، الذين يدفعون الغالي في الدفاع والذود عن الوطن ضد كل من تسول له، ضد العدوان، ضد المرتزقة. فاليد واحدة والكلمة واحدة. نبارك بهذا الشعب خواتم الشهر رمضان الكريم للأخ الرمز القائد الأعلى القائد المشير الرئيس علي عبد الله صالح. المشاركون في الاحتفال أشادوا أيضا بالتضحية الكبيرة التي يقدمها أبطال القوات المسلحة واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة، ومترحمين على الشهداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة من أجل الانتصار للوطن.